ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد نظير الكندوري. مرحبا بك استاذ نظير. بعد زياره وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو الى العراق، ما الرساله الامريكيه لحكومه عبد المهدي؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمه. الحقيقه زياره وزير الخارجيه الامريكي المفاجئه للعراق كانت تحمل معها رسائل، منها ما هو علني يعني قالها وزير الخارجية، ومنها ما هو سري. فأما العلني فقد قال وزير الخارجية الأمريكية بأن الزيارة كان الهدف من عندها هو إلفات النظر الحكومة العراقية بضرورة حماية المصالح الأمريكية من أي اعتداء يقوم به من يتبع النظام الإيراني، وكذلك رغبته ببقاء العراق دون تأثير من الدول المجاورة والحفاظ على استقلاليته. ماذا يعني ذلك أن يكون العراق مستقلا دون أن يتأثر بمحيطه الخارجي؟ يعني الكلام واضح، المقصود به يعني تحرير الإرادة السياسية للحكومة العراقية من التأثير الإيراني. كما تعلمون أن يعني التأثير الإيراني على الحكومة العراقية وكل قطاعات الدولة العراقية هو تأثير بالغ، وبالتالي فإن هذا التأثير إذا في حالة بقائه سيعرض العراق إلى ما تتعرض له الآن إيران، وبالتالي فهو يعني ورطة كبيرة للنظام العراقي إذا ما أصر الانحياز إلى الموقف الإيراني. هنا السؤال أستاذ نظير، هل سيكون بإمكان عبد المهدي تحييد هذه الميليشيات إذا تطورت الأمور إلى مواجهة ما بين إيران وأمريكا؟ هنا الشك في هذا الموضوع، كون أن الحكومة العراقية ما زالت لحد الآن هي لا تمتلك قرارها السياسي وحتى القرار العسكري. فالميليشيات المتنفذة في العراق والأحزاب الداعمة لها القول الفصل ولها الكلمة الأخيرة في تحديد سياسة العراق، وبالتالي فإن هذه الحكومة ربما ستكون معرضة للانهيار في حال يعني قامت هذه الميليشيات أو أحد الأحزاب الموالية لإيران بتصرف لا يعجب الإدارة الأمريكية. سوف يكون الثمن من هذه الحكومة وسقوطها، ومن يعني المرجح كثيرا أن الولايات المتحدة سوف لن تقف مكتوفة الأيدي اتجاه أي خرق عسكري أو أمني ضد قواتها أو مصالحها في العراق إذا قامت بها إحدى تلك الميليشيات. ما المتوقع؟ يعني ما الذي ستفعله أمريكا إذا قامت بعض من هذه الميليشيات في العراق بالتعرض لمصالحها داخل العراق، وهي التي وفرت أمريكا طبعا وفرت دعما لهذه الميليشيات كما هو معلوم في الحرب على تنظيم الدولة؟ يعني باللغة الخطاب التي الآن نسمعها على لسان القادة الأمريكان نرى أن الإدارة الأمريكية عازمة وبجد أن تتعامل بشكل قوي اتجاه أي تهديد لمصالحها وجنودها داخل العراق، وبالتالي السيناريوهات مفتوحة لاحتمالية ضرب تلك الميليشيات أو ضرب بعض قادتها، بل ربما يتم شمل الحكومة العراقية بجزء من هذه العقوبات، كون أن هذه الميليشيات تدعي أنها جزء من الحكومة العراقية ومن الدولة العراقية، وبالتالي ما تقوم به يمثل الدولة العراقية. فيعني الأمور مفتوحة على كل هذه السيناريوهات. أما حديثك عن أنها الولايات المتحدة كانت تدعم هذه الميليشيات في حربها ضد داعش، هذا تاريخ الولايات المتحدة، ليس لديها أصدقاء دائمين، فمن غير المستبعد أن تتغير علاقتها مع تلك الميليشيات من تعاون فيما يخص مقاتلة داعش إلى صراع، وممكن أن تضرب هذه الميليشيات ضربة قاسمة نتيجة تصرفاتها وانحيازها للنظام الإيراني. من ناحية أخرى، ما تأثير تعليق إيران بعض بنود الاتفاق النووي في إضفاء مزيد من التأزيم في العلاقة مع أمريكا، وكيف سيكون رد فعل الأوروبيين الذين ما زالوا متمسكين نوعا ما بهذا الاتفاق؟ الآن بدأت ردود الفعل الأوروبية تظهر اتجاه يعني التهديدات الإيرانية
الخروج من الاتفاقية النووية، وقد حددوا مهلة 60 يوم للخروج من هذه الاتفاقية في حال لم تفعل أوروبا شيء. وبالتالي فالدول التي الدول القليلة الأوروبية التي بقيت تحابي الموقف الإيراني، بهذا الإجراء الإيراني سوف تفقد هذا التأييد. وحتى يعني التصرفات التي يعني يقوم بها النظام الإيراني ربما سيفقده ليس فقط أصدقائه الأوروبيين، إنما سيفقد أصدقاء هذا النظام في شرق آسيا حينما يهدد بغلق مضيق هرمز. هل تعلم أخي أن معظم النفط الذي يخرج من منطقة الخليج هو يتجه إلى شرق آسيا، يعني الصين والهند وكوريا واليابان؟ هؤلاء سوف يعني تتغير علاقتهم مع النظام الإيراني في حال إن كان هذا التهديد تهديد جدي. ولو أني أشك بأن إيران هي قادرة على غلق مضيق هرمز أو تعريض الملاحة في هذا المضيق للخطر. شكرا جزيلا لك من اسطنبول كاتبة والباحثة السياسية سيد نظير الكندوري.